كلام المسيح لكل اللي عم بيتابعوا حلقتنا اليوم، برنامج تحديات إيمانية عبر تشاريتي تي في. مفهوم الصليب مفهوم واسع ومتشعب ويستحق الكثير من الحلقات لنلقي الضوء على مفاهيمه كلها، ولكن اليوم بحلقتنا رح نضوي على نظرة غير المسيحيين إلى الصليب. أكيد مثل دايما مع ضيفنا الأب بيتر مدروس. ألا معك أبونا. الله يحفظك. خلينا إياك. مفهوم الصليب شغلة كتير كبيرة، وإذا بدنا نحكي هيك ببساطة، الصليب قصة حياتنا كلها، يعني علاقتنا بالمسيح تبدأ بالصليب وتنتهي بالصليب. ولكن نظرة غير المسيحي للصليب نظرة مختلفة، البعض ينظر إليه وكأنه فقط مجرد علامة أو شعار لدين مختلف، ولكن البعض الآخر يحتقر من يؤمن بالصليب ومن يعتبر الصليب شيء مهم بالنسبة له. فكيف فينا نفصل نظرة غير المسيحيين لهذا الصليب، ومن أي منطلق تأتي هذه النظرة؟ نظرة المسيحيين شفناها، يعني طبعاً باختصار شديد، إذا فيني أعمل هيدي الرسمة البيانية، هيدي الأحرف اللي عم تكتبها يوناني. يوناني نعم، طبعاً مأخوذة من الفينيقي، دائماً فضل للبنان. يعني زوي حياة، فوس نور، الصليب حياة ونور. هيدي النظرة المسيحية بتلخص كتير من اللي قلنا. نظرة غير المسيحية، غير المسيحية، لما نقول غير المسيحية نشمل غير المسيحيين ونشمل مع الاحترام المسيحيين المزيفين، أو بلاش نقول المزيفين، المسيحيين اللي ما بتعترف فيهم المسيحية، لأنه هن أصلاً منهم معترفين بالصليب، ما بكرموا العذراء، ما بك يعني ما خارج الكنيسة، خارج الكنيسة بأشكالها. نعم. مثلاً بيقول لك بتحججوا لحديت قبل سنة، خلينا نقول لحديت سنة 1937 لحد صدور كتاب ريتشز الغنى، صفحة 27 لشهود يهوى 27، بيقول انه الصليب، انه سنة 1932 اكتشف شعب يهوى لأول مرة انه المسيح لم يصلب على تقاطع خشبتين، على خشبة واحدة، بل على خشبة واحدة. ما فهمش كيف، ما عرفش كيف المسيح انصلب إلا سنة 1932، والمسيح صلب سنة 30 أو أقصى حد 33 للميلاد، للحساب الميلادي. يعني ما عرفش كيف المسيح صلب إلا بعد 1900 سنة. معناها شعب أجدب، شعب ما بيفهم بالتاريخ، ولا غلط؟ مع الاحترام يعني، ما هذا كله بيحكي كلام، بس الخفي أعظم. ما هو الهدف؟ في أهداف وراء هذا الكلام. إذن أولاً تناقضه. نعم. تناقضه، بقول لك لحد 1932 كان يعتقد إنه الصليب صليب زي باقي الخلق. يعني شو الهدف من هذا الكلام؟ دائماً إزالة الصليب. إزالة الصليب، مش تحقير، يعني مش تحقير زيادة للسيد المسيح، الهدف هو إزالة الصليب. التحقير للمسيح غير مقصود عند العامة، غير ظاهر عند الرئاسات، ولكن ما بدنا نحكم على حدا. طيب مار بولس قول لك لم أرد أن أعرف بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. طيب إذن لما الصليب كان صليب، نعم، وجدوا اعتراضات، دائما مصدرها يهودي. شو؟ انه عند الفراعنة القدماء كان في هيئة الصليب، هيدي اللي بسموها انخ، حسب ما يعني الدائرة اللي من فوق بسموه، وشكل الصليب تحت بنسميها بالدارج الصليب المشنوق. طيب هيك بنسميها، هذا الانخ. نعم. انخ يعني علامة الحياة او مفتاح الحياة. شو هن بحرفوها؟ بقول لك هيدي علامة الجنس. هاي ليست علامة الجنس. المختصين، وفي ناس قريبين منا هون بيأكدوا لي انه هيدي علامة الحياة وليست الجنس. احنا مش قاعدين نحكي عنها،
منا قاعدين نحكي عن توت عنخ امون ونفرتيتي وكليوباترا ورعمسيس، احنا بنحكي بس عن صليب واحد هو صليب يسوع. طيب قول لك عند بلاد ما بين النهرين، هاي إشارة الإله تموز. قال إشارة الإله تموز، بعرفش كيف كانت هيك. طب احنا ما بنحكي عن الإله تموز، احنا بنحكي بس عن يسوع وإياه مصلوبا. زي هداك زبون عندي في فلسطين، رسمت على جبينه إشارة صليب هيك بحسن نية ببراءة، هيك انطفت انطفت الزبون اتكهرب. بقول لي أنا أرفض إشارة الإله تموز. قلت له أنت شو بتدرس؟ وين بتدرس أنت ولا بتشتغل؟ قال لا بروح على الجامعة. قلت له حسب كتابات برج صهيون للمراقبة رئاسة شهود يهوى، التعليم الجامعي ليس من عند الله، التعليم الجامعي شيطاني حتى يضلوا بدون مؤاخذة. هيدا غير مسيحي اللي انتفض هالانتفاضة، بس يمكن بده عم بيجاملك، قال لك الإله تموز وهو يمكن رافض. هيك معلمين، هيك معلمين، ما بيحكوا شيء إلا ملقنين مع الاحترام يعني. طيب قلت له شو بتدرس؟ قال لي رياضيات. قلت له باللهجة الفلسطينية الله لا يعطيك العافية، ما أنت بتعبد الإله تموز 100 مرة في النهار بالرياضيات زائد. نعم زائد هيدي إشارة الإله تموز. قال أنا أرفض إشارة الإله تموز. قلت له أنا حطيت زائد على جبينه يعني أخذت عقد عقليته. هلأ نيجي لنظرة إخواننا المسلمين، لأ وهيدا حلو في الحوار، لأنه المسيح الإسلامي الحوار لازم نفهم بعض قبل العواطف، المخ العقل عبادة عقلية لو يكيلة ترية. يعني قصدك قبل ما ترفض الآخر ومفهومه وتعليمه لازم تفهم شو عنده بالضبط، وهذا نعم. هدف الحوار. نعم. على فكرة الحوار ما بنعمله عشان الحوار، وإلا بصير بيزنطي زي ما بقوله في الزمن. إذن أولا نتهم نحن المسيحيين، أو زي ما الطفل كان يقول التهمونا يعني اتهمونا، إنه إحنا نعبد الصليب، عباد الخشبة، نحن لا نعبد الخشبة، نكرم الصليب ونعبد المصلوب. نكرم الصليب ليس كأداة جريمة إجرام، أداة عقاب وإعدام. على فكرة أبونا يعقوب سعادة في كتاب الجواب من الكتاب، إمكانك تورجي للمشاهدين، نعم بيقول عن غلاطيا 6:10، رح فرج الملحق هالمرة. طيب نعم بيقول ما قالش مار بولس أما أنا فحاش لي، يعني لا سمح الله لي أن أفتخر إلا بصلب ربنا يسوع المسيح. الصلب جريمة، الصليب صليب ربنا يسوع المسيح، صليب واحد بس اللي بنفتخر فيه. إذا يعني بنفتخر فيه مش كأداة إعدام، إنما أداة خلاصية، أداة خلاص بالضبط. نعم. اللي أثبت المحبة القصوى. ثانيا بقول لك ما هو المسيح لم يصلب، حسب سورة النساء 157 إنه اليهود بيفتخروا حسب النص القرآني، ما بدنا أتطفل على علماء المسلمين ولكن إحنا عايشين مع بعض. بيقول وما قتلوه وما صلبوه بل شبه لهم، ولكن شبه لهم. بعدين بيقول وما صلبوه يقينا ما لهم فيه إلا اتباع الظن. في استيضاح هون أبونا قبل ما تكمل، البعض بيفكروا بيقولوا شبه لهم والبعض بيقولوا شبه به، أي هي الأصح؟ لا شبه لهم يعني فكروا يعني المسيح، يعني توهموا، مش شخص الرب شبهه بالمسيح. حتى هي احدى التفسيرات، احدى التفسيرات انه تخيلوا انه هيدا هو، انهم صلبوه وانهم قتلوه وصلبوه، وفي الواقع لا قتلوه ولا صلبوه. النص القراني ما بقول صلبوا غيره. اذا عندنا تفسيرين في العالم الإسلامي، إنه صلب إنسان الله ألقى شبه عيسى، لأنه في القرآن بقول عيسى ما بقول يسوع، ألقى شبه عيسى على إنسان تاني. مين هيدا؟ يهوذا، بارتماوس، يعني أي واحد من أو هناك أيضا لا يوجد اتفاق بين المسلمين مين اللي صلب
مكان عيسى، أو في عنا تفسير غير مقبول كثير في العالم الإسلامي من فخر الدين الرازي. شو بيقول؟ قول إن النصارى في مشارق الأرض ومغاربها مع محبتهم للمسيح وغلوهم في أمره، غلوهم يعني مبالغتهم في أمره، شهدوا أنهم رأوه مصلوبا بكفي. بقول إذا بدنا نرفض، وهذا قالوه بالتواتر، تناقل يعني تراديسيو، التقليد التواتر. بقول إذا بدنا نرفض التقليد النصراني في الإنجيل، وجب علينا رفض التواتر بالقرآن نفسه، لأنه إحنا تسلمنا القرآن بالتواتر. طيب أبونا، عندي استدعاء هون. إذا كان اليهود رفضوا أن يكون المسيح هو اللي صلب لأنه بعده المسيح منتظر بالنسبة لألون، ومجيد، والمسلمين ليش رفضوا أنه يكون المسيح صلب بشكل أو عيسى بالنسبة لألون؟ بشكل أو بآخر نفس الفكرة اليهودية، اللي هي إنه الصلب ليس من قيمة المسيح، اللي هو الإسلام بزيد كلمة الله. يعني تقريبا هي نفس الفكرة، الصليب لا يليق بالمسيح. عشان هيك نسمع كثير من المسلمين بيقولولنا إحنا منكرم المسيح أكثر منكم. شكرا، بتكرموا المسيح أكثر منا، خلينا نعيش أحسن مع بعض. لأنه طالما بتكرموا المسيح، طالما بتكرموا العذراء، وفي عنا ناس ما بكرموش العذراء، هذا شيء مخجل. أنا هنا أتكلم عن المسلمين ولا أتكلم عن الإسلام، لا أتكلم عن النص القرآني ومعاني. في فرق بين العقيدة وبين الممارسة؟ نعم، في فرق بين العقيدة والبشر. غراندي قال أعطوني مسيحكم وخذوا مسيحييكم. إذن أحياناً طبعاً بديش أطبقها على هذه مسؤولية المسيح. شخصية يعني عند كل إنسان مسيحي أنه هو يشتغل على علاقته بالمسيح وعلى إيمانه وعلى تطوير فكره المسيحي وعلاقته الروحية مع يسوع. هذا صحيح، ولكن توجد أشياء ثانية. أنه في أحياناً الناس بيمارسوا أشياء وهي غير ديانتهم، أو بيحملوا أفكار هي غير أفكار دينهم أو مؤسسهم. مثلا عندنا بدون مؤاخذة يعني لوثريين ما بيكرموا السيدة العذراء، مارتن لوثر كرم السيدة العذراء. بلكي هيدا التطور الانتماء، هذا التطور لورا، ريفيرس يعني لورا، ما اختلفنا، بس يمكن بس تتنقل الفكره من شخص لشخص، من جماعه لجماعه، في كتير امور تدخل عليها. مع الاسف هيدي احداها، يعني انه مارتن لوثر اكرم العذراء، معظم اللوثريين الاجانب، بلاش نقول الشرقيين العرب لانه العرب بحبوا العذراء، لا يكرمونه. معناه هنا زي ما قال اعظم عالم في اللوثريات، هو كاهن كاثوليكي ألماني، الأب تيوبالد بير، كان يقول إنه هذا كثير من الأشياء اللي إحنا نجدها عند اللوثريين ليست من لوثر بل من ميلانكتون. ميلانكتون يبدو إنه هو اللي كتب كثير أشياء. أبونا منرتاح ونرجع منتابع حلقتنا. مشاهدينا فاصل ونتابع حلقة اليوم من تحديات إيمانية. أبونا خلينا نرجع لموضوع الصليب. كنت عم تحكي عن نظرة الدين غير المسيحي، تحديدا الإسلام، للصليب. نعم نعم. إذا شفنا أولا تهمة خطيرة يجب أن نردها بوداعة ووقار، كما يقول مار بطرس في رسالته الأولى فصل 3 آية 15، إنه يجب أن نجيب وندافع عن سبب رجائنا. نحن لا نعبد الصليب، نحن نكرم الصليب لا كوسيلة
إعدام، بل كبرهان محبة المسيح وأداة خلاص. هلا المسيحية تتعاطى مع النصوص المقدسة بالنسبة للآخرين حتى لو كانت ما بتعنية، ولكن تدرسها. ليه؟ تدرسها لأنه هاي النصوص بتخصنا إحنا. نعم. يعني لو بتتكلم عن شخصيات غير مسيحية وغير يهودية من العهد القديم ما قلناش فيها، مثلا زي النبي صالح مثلا لنفرض. أما لما النص القرآني بيقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هذا مسيحنا إحنا. طبعا في الإسلام، نبي الإسلام بيقول أنا أولى بعيسى بن مريم منكم، لا بأس، حلو أنه يكون في قواسم مشتركة، ولكن طبعا مع الفروق الكثيرة. شبه لهم يعني توهموا. بعض اللاهوتيين المسيحيين في الشرق والغرب بيربطوا هاي العبارة بحركة، الحركة التشبيهية دوسيتزم. دوسيتزم من اليوناني ذوكين، ذوكين يعني ظهر، بان، تؤبير. كان في بدعة بل أكثر من بدعة، الغنوصية والذوقيتية أو التشبيهية، كانوا يقولوا إنه لا يليق بكلمة الله أن تتجسد، إنه يكون عندها جسد بالضبط زي أجسادنا إحنا. كان عند يسوع شبه جسد، وبيستغلوا بغلاطية في فيليبي 2 كظهر كإنسان في الجسد أو في هيئة البشر. عشان هيك يقولوا إنه يسوع كان عنده شبه جسد، إذن شبه ولد، شبه كان شبه يأكل، يعني ما في طبيعة بشرية، شبه ما فيش طبيعة، في شبه طبيعة بشرية، إذن شبه لهم. في ناس لاهوتيين مسيحيين حتى نقول قديش التفاعل. طيب برروا ليش شبه لهم، مظبوط؟ طيب برروا، في الواقع هو عند هدول المسيحيين نعم. اعتراف بس زائد مغالاة زي ما بقول فخر الدين الرازي في شأن المسيح لدرجة حذف الطبيعة الإنسانية فيه. ففي طبيعة إلهية وفي شبه طبيعة بشرية، لأن الطبيعة البشرية فيها عناصر مخجلة، فيها عناصر محرجة في جسم الإنسان، في عناصر مخجلة محرجة، عشان هيك بدنا ننزه يسوع منها. طب بين هلالين موضوع كتير مهم، ولو كنا عم نحكي عن نظرة غير المسيحيين للصليب، ولكن موضوع كتير مهم. لاهوت اليوم أو بعض لاهوتيي اليوم يفصلون الطبيعة البشرية عن الطبيعة الإلهية للسيد المسيح، هل هذا الكلام دقيق؟ يعني هل فينا نقول أنه ولد بالطبيعة البشرية وفيما بعد أصبح إلها، ولا لا لطالما كان إلها وإنسانا منذ الولادة حتى الموت على الصليب؟ برضو اللي بجاوب هو مار يوحنا الحبيب، إن أرخيئين أولوغوس، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، والكلمة هو الله. برضو في ناس بتفلسفوا بحسنية أو بخلاف ذلك على هاي، والكلمة هو الله، إلها كان الكلمة، فيش عنا إحنا الله وبعدين إله صغير ترانزستور، لا هو إله واحد، نؤمن بإله واحد. ولكن الآية 14 والكلمة صار بشرا لحما ساركس إينتو. إذن النص الإنجيلي واضح. في الليتورجيات، معظم الليتورجيات الشرقية إيش منقول؟ هذا مبني على الكتاب المقدس، إن لاهوته لم يترك ناسوته لحظة ولا طرفة عين، أكلاندوري. بنيجي لكولوسي 2:9 في المسيح، إن أفتو كاتيكي بان تو بليروما تيس ثيوتيتوس، يعني في المسيح يسكن، أو كلمة فلسفية أكثر، يحل كل ملء اللاهوت جسديا. حتى مش كل اللاهوت، ملء اللاهوت ولا ملء اللاهوت، تنين تنينتهم، كل ملء اللاهوت، يعني ما خلاش حد لاهوت لغيره، ما في مجال للشك. عشان هيك ما فينا نقول إنه هو إله ترانزستور والله الإله الكبير، وما هي شرك. يعني كان عارف حاله إله منذ الولادة،
بنسمع البعض عم يوعظوا وعم يشرحوا انه يسوع ما كان عارف حاله اليه اساسا، لما بيقولوا لك والا ما كان في هذه الايه التي تقول وكان ينمو بالقامه والنعمه والحكمه، يعني ينمو كبرت معه تصار يعرف انه اليه، ينمو في الطبيعه البشريه، الطبيعه البشريه تنمو. ما هو شو الفرق؟ هو ما بيعرفوا يوناني مع الاحترام، او بيعرفوا يوناني بس نسيوه. في البدء كان الكلمة، الديمومة الإلهية الأزلية الأبدية الإلهية التي لا تتغير ولا تمس. 14 والكلمة صار جسدا، الصيرورة بتدخل العنصر الإنساني. الرسالة إلى العبرانيين مجربا مثلنا في كل شيء ما عدا الخطيئة. طيب نحن على صورته ومثاله ولا هو على أخذ صورتنا؟ أخذ إحنا طبعاً على صورة ومثال الكلمة الخالقة، وهو أخذ صورة الإنسان اللي هو أصلاً خلقه. عشان هيك شو بتقولنا الرسالة إلى أهل فيليبي الفصل الثاني في هذه التحفة من اللاهوت والأدب، بتقول إذ كان في صورة الله إن مورفي ثيو إبارخون، لم يحسب مساواته لله غنيمة اختلاسا هرباغمون، بل أخلى ذاته كالكينوسيس. الإخلاء يعني إيش؟ التخلي مش عن الطبيعة الإلهية، عن مجد الطبيعة الإلهية. وصار في شبه البشر موجودا كبشر في الهيئة، هيئة له شبه جسد، شبه لأنه مثل البشر كبشر في الهيئة، بس هو إنسان حقيقي. ولكن ماذا نفهم من هذا الكلام؟ نفهم إنه بنرجع لسفر التكوين، إنه كل ما خلقه الإنسان جيد وحسن، بما فيه الإنسان بل هو حسن جدا. إذن الأشياء المحرجة المخجلة اللي في جسم الإنسان مش من الخلق بل من الخطيئة. كيفية الاستعمال أو استخدام هذا الجسد يا بتكون عم بتروح على الخطيئة، يا أما عم بتكون عم بتحافظ هذا على هذا الشيء الحسن اللي خلقت فيه. أساسا حضرتك والدة، زوجة ووالدة، نعم، خلينا نحكي عربي ما احنا كلنا كبار هون. الأعضاء التي نخفيها ونخجل منها، لأنه الإنسان هو حيوان يخجل، الحيوانات الثانية لا تخجل. إذا لما الإنسان ما بيخجل بلاش نكملها يعني بدون مؤاخذة، هي نفسها الأعضاء التي تنقل الحياة. قد لا نكون نخجل أبونا، قد تكون بداعي يعني الحشمة، بداعي أن الواحد يحافظ على هذا الجسد اللي هو هيكل للروح القدس. أبعد أنا هون بدي أقول للمتابعين والمشاهدين شغلة كتير مهمة أبونا، أنه عم نقطع الشك باليقين بكل هذا التفسير، لأنه مش دايما منقدر نكون بحضرة رجل دين متخصص وقادر أنه يشرح كل هذه اللغات لحتى نعرف أي ترجمة أو أي كلام عم يوصلنا هو المضبوط. يعني بكل ثقة فينا نقول أنه كلام أبونا بيتر مدروس لا يحتمل أبدا أي نوع من الشك، لأنه فعلا في دراسة معمقة لأكثر من لغة لترجمات الكتاب المقدس حتى نوصل لهذه الخلاصة اللي بتقول فعلا شو هي حقيقة المسيح وحقيقة الدين المسيحي، حقيقة الصليب، حقيقة الإيمان، كل هذه التفاصيل. كيف بدك تختم هذا الموضوع عن نظرة غير المسيحيين للصليب قبل ما تخلص حلقتنا أبونا؟ إذن بختمه أنه لا يوجد، ما هو حتى نفهم سورة النساء 157 لازم أيضا يكون عندنا كل سياق النص القرآني. في النص القرآني لا يوجد عن عيسى أنه مخلص، يعني لا ترد. هلأ في ناس سريان مع أنه بيصفوه كلمة الله، كلمة الله، بس ما هو كلمة الله بمعنى أنه خلق بكلمة من الله زي آدم، كلمة الله تخلص.
يعني إذا بتقرأ موجود. بين إذا بتقرأ هذا بين عند إلديكو يعني عند إلديكو بلشت تدخل بالديانات الأخرى صرت خطرة هلأ أنا. نعم. إنما في القرآن حتى الله نفسه لا يوصف بأنه مخلص ولا يوجد في الأسماء الحسنى لله كلمة مخلص. كلمة المخلص نعم. هلأ في سريان أو موانى وغيرهم يعني عندهم اطلاع ممتاز على اللغة السريانية بيقولوا هاي معنى الفاروق فرقونه يعني مثلا الفرقان في القرآن بيفسروها بمعنى الخلاص ولكن عمره ما حدا من العلماء المسلمين القدماء ما فسرها ولا حدا تطرق بكلمة إلى الخلاص هيك. وبعدين يجب أن لا نكتفي بكلمة بدنا نشوف إذا في كل السياق هل الله مذكور إنه مخلص هيك يعني صراحة مباشرة لا هل عيسى ابن مريم مذكور عنه إنه مخلص لا لا. ففي آخرين بربطوها ب ولا حدا ولا شخصية في القرآن الكريم مذكورة أنه تخلص صح؟ لا ما فيش فكرة لا. الخلاص مش موجودة أصلا مش موجودة نعم. زي ما قال القديس البابا يوحنا بولس الثاني في كتابه الوقوف على عذبة الرجاء نعم. شكرا كثير لك أبونا على كل هذه المعلومات اللي عم بتزودنا فيها بطريقة فعلا سلسة ومشوقة لتوصل لكل المشاهدين والمتابعين بشكرك على الحلقة مشاهدينا لهون تخلص حلقة اليوم من تحديات إيمانية إلى الملتقى بحلقة جديدة تضل الكلمة فعل إيمان لبناء مجتمع مسيحي أفضل تحديات إيمانية إلى اللقاء.